زمان كنا بنقول احنا عندنا حاجه اسمها بيز او صوت. كنا بنقول في حاجه اسمها بيز، والبيز دي كانت نوعين كبار مهمين قوي، نوع اسمه بيوريدز ونوع تاني اسمه بايريميدينز. كنا بنقول اهم حاجه في البيوريدز عندنا حاجه اسمها ادينين وحاجه اسمها جوانين، واهم حاجه في البايريميدينز دول حاجه اسمها سيتوزين والثايامين واليوسين. دي اللي هي الاي والجي والسي والتي واليو. ده اسمه بيز. بيز يبقى البيزس، البيزس بيوينز وبايريميدينز، والبيوينز دول ادينين جوانين، البايريميدينز سيتوزين ثايامين يوراسين. طيب البيز دي اللي هي اي واحده من اللي انا هسيبهم دول، البيز ممكن يتضاف عليها او تمسك فيه حاجه اسمها شوجر. يبقى البيز دي ممكن تبقى لينك تو شوجر. الشوجر ده حاجه من الاثنين، لا اما حاجه اسمها رايبوز لا اما حاجه اسمها دي اوكسي رايبوز. يبقى الشوجر ده لا اما رايبوز لا اما دي اوكسي رايبوز. ايا كان رسمة الريبوز مهمة جدا وعلينا، ده سكر خماسي بنرسمه كده، كلام قديم بقى. دي اكسجينة موصلة الكربون رقم واحد بالكربون رقم اربعة، يعني دي كربون رقم واحد اثنين ثلاثة اربعة، فين الكربون رقم خمسة؟ هنا في اتش، وبعد كده سي اتش 2 او اتش اللي هي الكربون رقم خمسة. بعد كده عند كل واحدة في اتش او اتش، يعني هنا هلاقي اتش او اتش، كربون رقم 2 هلاقي فيها اتش او اتش، كربون رقم 3 هلاقي فيها اتش او اتش، لان احنا هنرسم دلوقتي وهنستخدم الريبوز فلازم ابقى حافظ اسمه. الريبوز ده مهم جدا. امتى الريبوز ده يبقى اسمه دي اوكسي ريبوز؟ لو عند الكربون رقم 2 شلت الاكسجين دي، لو شلت الاكسجين رقم 2 دي يبقى اسمها دي اوكسي، دي اوكسي ريبوز. طيب خلينا نرجع تاني نقول احنا كان عندنا بيز، دي بيز لوحدها. طب البيز دي ايا كان اي واحده من دول ممكن تمسك في الشوجر، في الشوجر، والشوجر ده لا اما ريبوز لا اما ديوكسي ريبوز. في الحاله دي المركب ده على بعضه بيز بلس شوجر اسمه ايه؟ اقول له اسمه نيوكليوزايد بالاس، نيوكليوزايد. يبقى دي مرحله ثانيه، يبقى بيز وبعد كده بيز وشوجر اسمهم نيوكليوزايد، نيوكليوزايد. طب النيوكليوزايدز دول اساميهم ايه؟ سي مثلا ان انا البيز اسمها ادينين، طب هي لوحدها ادينين، طب هي لما تمسك مع الريبوز بقت نيوكليوزايد، اسمها ايه بقى النيوكليوزايد دي؟ اسمها كده ادينوزين. يبقى لما اقول لك ادينين وانا بشرح دلوقتي، ادينين يعني بيز وبس، وهناخد رسمتها. ادينوزين معناها البيز مع مين؟ ها؟ مع الشوجر، ودي حاجه اسمها نيوكليوزايد. نفس الكلام جوانين يبقى اسمها ايه؟ اقول له يبقى اسمها جوانوزين، يبقى دي نيوكليوزايد جوانوزين. طيب امال هي اصلا البيز اسمها سيتوزين، هي اساسا زين من غير حاجه. طب اما تتحط على الشوجر يبقى اسمها ايه بقى؟ ها؟ سايتيدين. اعملها دي بقى سايت في دين. يبقى الاثنين اللي فوق ادينين ادينوزين، جوانين جوانوزين. من اول بقى الزين ده من اول السيتوزين تقلب دي بقى، يبقى سايتيدين. طب دي ثايميدين بالدي برضه، يبقى البايريميدينز بالدين ثايميدين. طب وبعدين يوريدين، يبقى انا عندي ثلاثه هم سايتيدين ثايميدين يوريدين. دول اسامي ايه؟ دول اسامي نيوكليوزايد، نيوكليوزايد. طب تعالى بقى المرحله الثالثه، لو عندي بيز وبعدين البيز مسك معاه شوجر، وبعدين الشوجر مسك معاه فوسفين،
يبقى بيز شوجر فوسفيت. ممكن تبقى فوسفيت واحده، ممكن يبقى اثنين، ممكن يبقى ثلاثه، عادي عادي ما فيش معاك. المهم ان في فوسفيت كده. المركب بقى اسمه ايه؟ اقول له بقى اسمه نيوكليوتايد. يبقى انا لما اقول كلمه نيوكليوتايد لازم تطلع من على رسمه ثلاث حاجات، ما ينفعش تنقص حاجه. لازم الاقي بيز، ولازم الاقي شوجر، ولازم الاقي ايه؟ فوسفيت. كده يبقى عملت النيوكليوتايد. طب يلا بقى معايا، لو انا عندي البيز اسمها ادينين، ولما مسكت مع الشوجر بقت النيوكليوتايد اسمها ايه؟ ادينوسين. طب النيوكليوتايد يبقى اسمها ايه؟ يبقى اسمها ام بي. بس ايه الام بي دي؟ ها؟ ادينوسين اللي هما الاثنين دول، صح كده؟ ومعاهم كام فوسفيت؟ واحد مونو فوسفيت. طب ما هي تنفع كده اي دي بي برضه تبقى نيوكليوتايد عادي، يبقى اسمهم ايه؟ ادينوسين داي فوسفيت. طب ما تنفع كده اي تي بي، يبقى اسمهم ايه؟ ادينوسين داي فوسفيت. يبقى انا بقول لك اصغر نيوكليوتايد هي ايه؟ اصغر واحد مش قبلها الام بي، سواء اي ام بي او جي ام بي او تي ام بي او سي ام بي او يو ام بي، اي حاجه، اي واحده من دول غير اي دي باي واحده من دول. خلاص؟ تطلع بقى تقول لي ايه؟ ادينوزين، صح. جوانوزين، مظبوط. سايتيدين، ثايميدين، يوليدين، كل ده اسمه ايه؟ اسمه نيوكليوتايد، مفيش قبل كده. يبقى دي هي اصغر ايه؟ هي اصغر نيوكليوتايد. شفتوا المظهر ده ولا لا؟ طب تعالى بقى نرسمها هنا. ادي السكر اهو. النيوكليوتايد عباره عن ايه؟ بص معايا وركز. الكربون رقم واحد في الشجر هي اللي ماسكه البيز. يبقى الكربون رقم واحد هي اللي واخده البيز، اللي هو سواء بقى كان ايه؟ اي او جي او سي او تي او يو، اي بيز. والكربون رقم خمسه، ها؟ الكربون رقم خمسه ماسكه الفوسفين. سواء فوسفيته واحده او اثنين او ثلاثه. خلاص؟ يبقى ده منظر النيوكليوتايد، عاوزك تاخد بالك منه ايه؟ هو يبص في النص اللي هو الشجر، الكربون رقم واحد فيه واصله بيه الايه؟ البيز. والكربون رقم خمسه هي اللي ماسكه في مين؟ هي اللي ماسكه في الفوسفيت. يبقى ده منظر ايه؟ ده منظر الميوريز او النيوكليوتايد. طيب هل احنا بناكل نيوكليوتايد؟ يعني هل الدايت بتاعنا في نيوكليوتايد؟ في نيوكليوتايد ما فيهوش؟ في طبعا، مش احنا بناكل حاجات فيها نيوكليس خلاص كده زي الميت الليفر، الحاجات اللي احنا بناكلها دي موجود فيها نيوكليوتايد. ايه مصير النيوكليوتايدز اللي احنا بناكلها؟ ايه مصيرها؟ مصيرها ان غالبا بيحصل لها دايجيشن، وبعد الدايجيشن بيحصل لها اكسكريشن. يعني عاوز اوصل لك معلومه مهمه جدا بدون نبي وبدون كلام كتير ملوش اي لازمه. ايه؟ ان احنا في النيوكليوتايدز اللي بتاع جسمنا اللي احنا بنحتاجها ما بنعتمدش على الدايت، لان في الاخر اللي هناكله النيوكليوتايدز اللي هناكلها هنعمل لها اكسكريشن. يبقى انا مش شوجر هو جلوكوز هستخدمه، ولا هو فات هستخدمه، لا انا هاكله وهضمه وهخرجه خالص. امال النيوكليوتايدز اللي باليه الدي ان ايه والار ان ايه واللي احنا بنستخدمها ودي الهيصه اللي جوه عندنا دي جايه منين؟ جايه من جسمنا احنا اللي مصنعينها، البايو سينسز بتاعها عندنا. عشان كده احنا اللي هنتكلم عليه النهارده البايو سينسز اوف ايه؟ اوف النيوكليوتايد. النيوكليوتايدز دي بقى بتتصنع في جسمنا ازاي؟ كل اللي فات ده البرودكشن سنه اولى مش السنه دي. اول باثواي علينا السنه دي اسمه كده دي نوفو باثواي. دي نوفو باثواي، انا مش عاوز صوت عشان نركز كده وخلاص. دي نوفو باثواي، دي نوفو باثواي ده معناها ان احنا هنبدا من الصفر. فاكر لما كنا ناخد الليفل كده دي نوفو باثواي بتاع فاتي اسيد؟ عندي اسلايد كوي كده حاجه عريضه وهعمل فيها فاتي اسيد. نفس الكلام هنا، هبدا بحاجه هبله كده خالص، وبعد كده بياخد نيوكليوتايد كبيره قوي. ده اسمه دي نوفو باثواي. الباثوايز اللي احنا هناخدها النهارده كلها بتاعه البيورينز. مش هنتكلم على البيورينز خالص الا في اخر حصه كده، حاجه صغيره خالص الان. كل شغلنا هنا هي دي، بتاخد مجهود بتاخد وقت كده وحاجه مهمه جدا، فكل شغلنا على البيورينز. دي نوفو باثواي ده مهم جدا، هيجي لك الامتحان ازاي؟ اول سؤال بيجي في الامتحان اهو. اوفر اتومز ان البيورين بيز، ادي اول سؤال جه قبل كده وبيجي في الامتحان.
sources of the atoms in the viewing piece. بمعنى ايه؟ احنا هنستخدم هنقول دي نوفو دلوقتي، دي نوفو يعني هنستخدم حاجات كتير قوي عشان نصنع الايه؟ البيوين. طب هي البيز اصلا عامله ازاي؟ عامله كده وتحتفظ زي الجسم. وانا رسمتها قبل كده في البروتين. ادي البيوين بيز. عندنا هنا نيتروجينه وعندنا هنا نيتروجين. يبقى ليه الثلاثيه دي فيها اثنين نيتروجين. ماسكه فين الخماسيه؟ هي كمان فيها اثنين. يبقى ادي نيتروجين وادي نيتروجين. بعد كده في اربعه دبل بوم، زي ما في اربعه نيتروجين في اربعه دبل بوم. فادي بنزين هيرجع ده خالص احتمال بنزين فيها ثلاثة بومبس بتوعها. مش في أي مشكلة. وبعد كده الرينج دي بيبقى فيها هي كمان إيه؟ بومب. يبقى كده الأربعة بومبس بتوعها. لو أنا كده أطمن على النيتروجين كده هلاقي دي معاها الثلاثة بتوعها ودي معاها الثلاثة ودي معاها الثلاثة ودي ناقصة واحدة، فهحط هنا إتش. يبقى هي نيتروجين واحدة فيهم اللي إيه؟ اللي معاها إتش. الرسمة دي اسمها كده بيورين بيس. اسمها إيه بقى؟ الرسمة اللي أنا سيبها دي اسمها بيولين بيز. يعني ادينين ولا جوانين؟ ولا حاجه بس بقت ادينين ولا بقت جوانين. ده البيز. ممكن اضيف عليها حاجه تطلع ادينين، اضيف عليها حاجه تطلع جوانين، مش هقولهم دلوقتي. المهم ان دي الاصل بتاع الادينين وبتاع الجوانين. اسمها كده، اسمها بيولين بيز. السؤال البيولين بيز دي فيها كام اتوم؟ فيها كام ذره؟ تعالى نرقمهم مع بعض. ادي واحد، بنبدا باول نيتروجين. ادي اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. بعد كده نكمل سبعة، ثمانية، تسعة. يبقى البيورين كام؟ أقول له البيورين تسعة. في منهم أربعة نيتروجين. أول سؤال بيسأله لك الدينوفو أسوي. أنت لما تيجي تطلع تكون المركب ده في الآخر، آخر الدينوفو أطلع بده. طب لما أجي أطلع بده هستخدم إيه؟ هجيب مين معايا يشتغل؟ هقول له بقى عد معايا. أربعة وخمسة وسبعة هجيبهم منين؟ اقول كده في البروتين والله خلاص. هجيبهم منين؟ هجيبهم من الجلايسين. يبقى اول حاجه، يبقى اول راجل هيشتغل معايا في التصوير هحتاجه الجلايسين. يبقى هجيب اربعه وخمسه وسبعه هجيبهم من الجلايسين. جميل. طيب اثنين وثمانيه هجيبهم منين؟ هجيبهم من السيرين. بس شوف عادي ازاي؟ سيرين. هجيبهم من السيرين. بس عشان يوصلوا يخشوا التصوير هيستخدموا تترا هايدرو فوليت. مين ده؟ فوليك اسيد. لو تفتكروا زمان كنا بنقول الفوليك اسيد ده بيشيل 1 كربون اتوم، صح؟ وكنا بنقول الكربونه دي بيجيبها منين؟ لو تفتكروا اللي بتاكل فيتامينز كنت قلت ان الموست كومن سورس اهم حاجه الفوليك اسيد بياخد منها كربون هو السيرين ده. خلاص كده؟ يبقى هو في الاخر الكربونه دي، الكربونه ده اهي جايه من السيرين. بس السيرين دخل الباسوي على طول؟ يعني انا في الباسوي او مدخل السيرين؟ لا. امال دخل مين؟ فوليك اسيد. شايل الكربون. طب الفوليك اسيد ده جاي الكربون منين؟ كان جاي من السيرين. انا احط هنا وصله اسمها الفوليك اسيد. وبعد كده اقول له خلاص الفوليك اسيد هو اللي وصل الكربونه جوه التصوير. نفس الكلمه اكتبها في اثنين، هي بالظبط. اقول له هي جايه من السيرين برضه. بس جايه من السيرين عن طريق تترا هيدروفوليت. عشان كده لما اقول لك ان الفوليك اسيد مهم في تكوين الدي ان ايه البيورينز، يعني تقول لي لو انا عندي فوليك اسيد ديفيشنسي مش هتتكون دي، الدي ان ايه مش هيتكون، مش هيحصل سيل ديفيجن. عشان كده احنا بنوقف الايه الفوليك اسيد سينثيسيس بتاعنا في الجسم حالات علاج الكانسر. فاكر لما قلت ان في حاجه اسمها ميثو تريكزيت؟ ايه الميثو تريكزيت ده؟ حاجه بتعطل الفوليك اسيد اكتيفيشن، بتخلي الفوليك اسيد ما يبقاش اكتيفيت. طب وايه يعني؟ الفوليك اسيد مش اكتيفيت بيحصل ايه؟ دي مش هتتكون. طب دي مش هتتكون، ايه المشكله؟ ما هو الاي والجي يعني دول بتوع الدي ان ايه مش هيبقى الخليه فيها دي ان ايه، او كده مش دي ان ايه، مش هيحصل سيل ديفيجن. يبقى الورم اللي عمال يزيد ده مش هيزيد، الورم ده هيقع. عشان كده بنستخدم الدواء ده في حاجه اسمها ايه؟ كيمو ثيرابي، اللي هو العلاج الكيميائي. كيمو ثيرابي، حاجات دي عليك. طيب انا دلوقتي جبت 2 و8، نكمل بقى. امال 3 و9 افتحت هم اللي دول نيتروجين، دول قلنا في البروتين جايين منين؟ ها؟ جايين من جلوتامين. يقعد عامل جلوتاميك اسيد. جلوتامين. طيب فاضل ايه؟ اقول له فاضل ان واحد جامد من الاسبارتيك اللي هو الاسبارتيك اسيد. طيب وفاضل ايه في الاخر؟ الكربون رقم 6 جاي منين؟ اقول له جاي من السيول. الرسمه دي تتحفظ زي الاسم.
هقولهم تاني بسرعه كده. يبقى انا عندي 4 و 5 و 7 جلايسين وتقسمها وتعمل على الاسهم زي ما انت كده كده 4 و 5 و 7 جلايسين 2 و 8 سريع وطريق فوليك اسيد 3 و 9 جلوتامين 1 اسبرتين و 6 سيول. خلاص يبقى دي المصادر اللي هيجي منها البيوينز دي. طب جميل الكلام ده بيحصل ازاي؟ ابدا بقى اقول التصوير اللي هو اسمه جنوب مصري. طبعا ده تصوير صعب جدا بيتكون من 12 خطوه عشان نوصل للاخر ان احنا نعمل الايه؟ التحفه اللي احنا كنا لسه رسمينها دي. ايه بقى اللي عندنا في التصوير ده؟ عندنا مركب كده كاوسوبر لما ترسم بقى لما تطلع المفاجاه تتابع معايا فيها عشان تفهم الكلمتين اللي هقولهم. مين شاطر يقول لي ايه اللي انا اسمه على السبوره؟ صحصح معايا تلاقي كلام سهل. مين ده؟ خش فورايبو لسه اسمه رايبو صح؟ آه. بس دي حاجه في ايه؟ فوسفين. عند كام؟ عند 5. المحروس ده اسمه كده رايبوس 5 لا خليك معايا بس صحصح مش عاوز صوت. ها؟ رايبوز 5 فوسفين سهلة؟ اسمه ايه؟ رايبوز 5 فوسفين. سمعنا عنه في شابتر الكربوهيدرات الله يرحمه والأهل صوته. فين سمعنا عنه رايبوز 5 فوسفين؟ أيوة صح في الهيكسوز مونو فوسفين شرط. زمان كده زمان واحنا صغيرين لسه في اول سنه ثانيه كده قبل ما نكبر في عالم الرياضه كده كان الهكسوس بروسيس شارب ليها هدفين اثنين. ايه هما؟ بتطلع حاجه اسمها لاد بي اتش بلس اتش صح؟ والحاجه الثانيه بتطلع ايه؟ اي بوس خمسه فوسفين. احنا بنحفظها كده. ايه هما ايه الهكسوس بروسيس شارب؟ حاجتين لاد بي واتكلمنا عليه قبل كده اول مره بقى نتكلم عن ده بالتفصيل. يبقى اي بوس خمسه فوسفين ده جاي منين؟ جاي من ايه المين سورس بتاعه؟ في جسمنا بيطلع لنا منين من الجلوكوز؟ عن طريق مين؟ عن طريق الهكسوس مونوفوسفيت شارب. تعال نستخدم الراجل ده ونعمل فيه شغل كويس جدا بقى. ايه بقى الشغل ده؟ بص يا سيدي اول خطوه هنعمل ايه؟ هندخل اي تي بي. عاوز بقى ناس دماغ بقى ده اخر تصوير في المنهج. هندخل اي تي بي ونطلع حاجه اسمها اي ام دي. يبقى انا هدخل على السهم اي تي بي واطلع حاجه اسمها ايه؟ ها؟ ايه ام بي؟ ايه اللي معايا دلوقتي؟ انا بدخل ايدي بطلع ام بي. ايه اللي معايا؟ ايه اللي انا بقوله دلوقتي؟ اثنين فوسفين اللي هم مين؟ بايو فوسفين. هنضيفهم هنا. بصوا بقى نرسم بقى مع بعض كده اهو. يبقى ادي الريبوز ادي الكربون رقم 5 ماسك فيها الفوسفين ادي الكربون رقم 3 اتش او اتش الكربون رقم 2 اتش او اتش الكربون رقم 1 اتش او. بصوا بقى معايا كده انا دلوقتي اخدت من الاي تي بي 2 فوسفين خدت منه 2 فوسفين طلعت مين؟ اي ام بي. بس عشان اضيف بدل ال 2 فوسفين اللي انا خدتهم هدي ال اتش دي عادي زي ما بنبدل على طول. يبقى انا هاخد ال 2 فوسفين واديله ال اتش خلاص بقى اي ام بي. طب ال 2 فوسفين دول احطهم فين؟ احطهم جنب الاو اهو. ادي فوسفين ده وادي فوسفين ما عملناش حاجه والله. يعني كل القصه ان انا خدت الهيدروجين حطيت ده ال بي مقابل ال 2 فوسفين اللي انا خدته. بس ضفت ال 2 فوسفين دول فين؟ اهو. طب انا رايبوز معاه 3 فوسفين، واحده عند 5 كانت موجوده اصلا معايا جايب ال 2 فوسفين شرط، واثنين عند 1. مين شاطر يقول لي المركب ده يبقى اسمه ايه؟ هو لغايه كده اسمه ايه؟ طب نسميه كده فوسفو رايبوز. ماشي؟ طيب فوسفو رايبوز كم اسم؟ دول اسمهم ايه؟ بس اسمه كده. فوسفو رايبو زايل اللي هو فوسفو رايبوز يعني فوسفو رايبو زايل بايو فوسفين فوسفو رايبو زايل باي فوسفو رايبو زايل اهو فوسفو رايبو زايل بايو فوسفين. بس هو كده بيج يعني انا مش عارف الفوسفين فين والرايبو زايل فين الدنيا ملخبطه صح؟ نحط شويه ارقام بقى يلا نحط هنا كام؟ 5 نحط هنا كام؟ 1 يبقى اسمه 5 فوسفوريبوزايد 1 بايوفوسفين. الاختصار مهم قوي بتكتبه في الامتحان وبيجي لك في الامتحان كده عشان ما تبدأش دماغك. اسمه كده فوسفوريبوزايد بايوفوسفين. يعني انت لو كتبته كده في الامتحان صح من غير ارقام ولا اي حاجه لو كتبت كده
بي ار بي بي اللي هو فوسفوريبوزايل بايروفوسفيت. ده مؤكد مهم جدا جدا جدا، عاوز تحفظ شكله عشان هنستخدمه شويه دلوقتي شويه. يبقى اسمه فوسفوريبوزايل بايروفوسفيت. طيب الانزيم يبقى اسمه ايه؟ الانزيم اسمه ايه؟ اهم انزيم في التصميم اسمه كده فوسفوريبوزايل بايروفوسفيت سينثيز. الانزيم ده صح ولا كان دي اسم اصح؟ دي اسم اصح اللي هو ايه؟ سينسيتيز، لان انا عاوز استخدمه طبعا صح، بس هم كانوا زمان بقى قبل ما ينقلوا في الكلام ده سموه فوسفوريبوزايل بايوفوسفيت سينسيز، مش كده؟ طب تعالى ناخد الخطوه الثانيه. هنعمل ايه بقى الخطوه الثانيه دي؟ هندخل H2O وهنطلع البايوفوسفيت اللي احنا دخلناه. خليك بقى معايا، هندخل H2O وهنطلع الراجل ده. طب وايه كمان؟ خلاص كده؟ لا، وهندخل حاجه اسمها جلوتامين وهنطلع الجلوتاميت اللي هو الجلوتاميك اسيد. خلاص هندخل H2O ونطلع بايوفوسفين، وهندخل جلوتامين ونطلع جلوتاميك اسيد. طب ركز معايا بقى كده، هو ايه الجلوتامين ده؟ هو مركب كده ربنا خلقه وناخد البروتين اخره CO NH2. هو كان كده في الاول سي عادي زي الامينو اسيد، وفي ناحيه اتش وفي ناحيه NH2، وفي ناحيه هنا ايه سي او اتش، وبعد كده سي اتش 2 سي اتش 2. المفروض ان هنا لو بقى سي او او اتش كان هيبقى اسمه جلوتاميك اسيد، فوق سي او اتش وتحت سي او اتش، بس الجلوتامين بقى سي او NH2 عشان كده سميناه جلوتامين. امال الجلوتاميك ده اسم زي ما اسم بالظبط كده، مركب برضه كده ان شاء الله هتحفظه في البروتين اخره سي او او اتش. ايه الفرق ما بين الجلوتاميك والجلوتامين؟ هي الحته اللي انا رسمها دي. الجلوتاميك في اخره سي او اتش اسيد عادي، الجلوتامين شلت انا الاو اتش دي وحطيت ان اتش 2. في مشكله بقى دي؟ طيب بصوا معايا هنعمل ايه. اول حاجه هنشيل البايوفوسفيت اهي، بس خلي بالك البايوفوسفيت عشان تطلع الفوسفيت دي تطلع بالاو اتش. يبقى انا عشان اطلع البايوفوسفيت محتاج ايه دلوقتي؟ عشان تطلع وتسيبني محتاج ايه؟ اتش. محتاج اتش. هجيب لها اتش منين؟ من الميه. ركز معايا، ادي اول حاجه عملتها. يبقى انا عملت دلوقتي شلت البايوفوسفيت والاو دي طبعا بتاعت الفوسفيت دلوقتي او اتش، وبالتالي هتحتاج اتش من هنا وتطلع. يعني المكان ده بقى فاضي، كربون رقم واحد بقت فاضيه، بقى فيها اتش هنا وهنا مفيش حاجه. جميل. طب وبعدين؟ هقوم واخد ال ان اتش 2 اهي حاططها في الحته اللي فاضيه. خلاص؟ هاخد من الجلوتامين ال ان اتش تحطها هنا. هو فاضل ايه من الميه؟ حطها مكان بتطلع ايه؟ خلاص كده؟ نرسم بقى. يلا، ادي اهو الايه؟ الريبوز. وادي سي اتش 2 او بي، ما عملش فيه حاجه. وهنا اتش، وبعد كده اتش او اتش. وبعد كده اتش او اتش. وبعد كده اتش، خلي بالك بقى. المكان فاضي فاضي ما فيهوش حاجه. ليه ما فيهوش حاجه؟ شلت البايوفوسفين طلعته اهو. طب احتجت له حاجه؟ اه احتجت له اتش. خلاص ماشي، فاضل في الميه او اتش. اخد الاول ان اتش 2 احطها هنا. انا قلبت بس انا دي كانت تحت خليتها فوق، مش مهم يعني. صح، ايه ان اتش 2 اهي ان اتش 2. طيب وبعدين دي فاضيه، عاوز لها ايه؟ عاوز لها او اتش، ما هي اللي فاضله من الميه اصلا. يبقى انا حولت الجلوتامين لان خدت ال ان اتش 2 ورجعتها سي او او اتش اهي بجلوتامين، ودخلت الميه وطلعت البايوفوسفين. مين شاطر يقول لي المركب ده كده يبقى اسمه ايه؟ هو كان اسمه ايه اصلا؟ فوسفوريبوزايل ايه؟ بايوفوسفين. بدل كلمه بايوفوسفين حط كلمه ايه؟ امين. امين مش دي امينو يعني امين، يبقى اسمه ايه؟ فوسفوريبوزايلامين اهو اسمه كده. فوسفو ريبوزايل، بدل ما اقول رايبوزايل بايوفوسفيت هقول رايبوزايلامين عشان ان اتش 2. فوسفوريبوزايلامين، ماشي كده؟ طيب الانزيم اسمه ايه بقى؟ اسمه كده اميدو ترانسفيريز. بتدي مش بالان ليه؟ فاكرينها قلت زمان القصه دي، لما تبقى ال NH2 هي الاصليه اللي هي هنا CH وهنا NH2 وبننقل NH2 ده هي هقول عليها امينو،
بس لو بنقل ال NH2 البعيدة ها اقول عليها الامايد الامايد جروب يبقى البعيدة الامايد جروب القريبة الامينو جروب فانا هنا اسمي الانزيم الاس البعيدة ولا القريبة لا الالف البعيدة يقول عليه امين فوسفيتس دول خطوتين مهمين جدا عليك بالفورمولا زي ما شرحتهم كده بقيت الباسوي هيبقى ايه هيبقى اسماء بس بصوا معايا مين شاطر يقول لي ال NH2 ده هنا اللي هيجاوب هيبقى استاذ ال NH2 هتبقى بتاعتي دلوقتي يعني ال NH2 انت متوقع هتكمل بحاجه ولا بصوا ركزوا معايا بس ركزوا معايا مش هصوت انا اسف سؤال سؤال بصوا معايا ال NH2 دي ال NH2 دي فاكرين اسمع عامله كده هنا اسمها دي؟ لسه اسمها هنا ايه؟ في هنا ايه؟ في هنا بوكس كده خلاص؟ بعد كده في هنا ايه؟ وفي هنا ايه؟ ان ان اتش الان ده ايه؟ ايه شوف ازاي بص معايا يعني انا عاوز اقصد اقول ايه؟ عايز اسالك من شويه ان النيوكليوتايد اركز معايا عشان تفهم القصه النيوكليوتايد النيوكليوتايد عباره عن ايه الكربون رقم واحد ماسكه البيز صح والكربون رقم خمسة ماسكه ايه الفوسفين لما بنيجي نكون النيوكليوتايد تنجز لنا بنكونها كده عارف هنعمل ايه دلوقتي جبنا الفوسفيت بالريبوز جاهزين صح اهو جبناهم بدانا بيهم اهو من مين لمين ها من الاكسوز والاوكسيد شارك وبعد كده هنبدا نبني مين البيز البيز ما بتجيش لوحدها في الشارع كده لا امال ايه اللي بيحصل بنبدا نبنيها وهي ماسكه في مين في الريبوز قال لي كده رقم واحد تمسك اول حاجه اللي هي الان ده اهي اللي هي رقم 9 اللي هي دي وبعد كده نبدا بقى نضيف عليها نضيف عليها بص تلاقي البيز دي بتكبر كده لغايه ما توصل للرسمه دي كلها فاهم القصه يعني انا في الاخر لما اخلص هطلع في الباسوي ده بيز بس ولا هطلع النيوكليوتايد كامله لان انا اصلا بادئ بمين بفوسفين وبادئ بمين بالشوك جاهزين معايا وبعد كده هبدا ابني البيز يعني الان ده اهي ان رقم كام 9 هو انا في الرسمه كنت قايل ان رقم 9 تيجي منين كنت قايل تيجي منين من الجلوتامين اهو جبناها منين جبناها من الجلوتامين ادي الجلوتامين هو اللي ادانا ان رقم 9 بعد الخطوه دي يعني بعد الخطوه دي انا كل اللي بيقوله ده عشان افهمك انا بعد الخطوه دي المفروض اعمل ايه بقى مين شاطر يقول يعني بعد الخطوه اللي انا جبت فيها الان الاولانيه المفروض اعمل ايه انا ادي بقى على الجلايسين وادي على السيرين وادي على السي او 2 فاهمين قصدي اقعد بقى نادي على الحاجات اللي انا قلتها في الاول واقول لهم تعالوا بقى اتفضلوا ادخلوا الباسورد كل واحد يسلم لي الحاجه بتاعته عشان ابدا ابني التسعه ايه التسعه اكل طبعا احنا هنعمل الكلام ده لا استحاله لان هيبقى عيب علينا فهنقول ان حصل انترميديتس اللي انا قلتها لك في الاول هقوله بقى اللي انا قلته لك ده اللي عليك انا مش بختصر الحاجه اللي انا قلته لك خلاص كده ان الجلايسين بقى هيجي والسيرين هيجي كل ده هيجي يتكون معايا عشان في الاخر يكون لي مين يكون لي بيز يطلع ايه بقى في الاخر يعني اهو بعد الانترميديتس انت متوقع اكتب اسم مين نيوكليوتايد ولا نيوكليوزايد ولا بيز ف اكيد نيوكليوتايد انت لو كونت بيز وانت معاك الشوكه والفوسفيت خلاص خلص ايه بقى اللي بيخليك تتكون اسمها كده اينوزين مونوفوسفين دي لازم تتحفظ زي اسمك هكتبها لك اهو اينوزين مونوفوسفين اينوزين يبقى مسالك اقول لك ايه الفيرست نيوكليوتايد بتتكون في جسمنا تقول لي انوزين نفسي لما اسالك اقول لك ايه هي البيرنت ايه الاب بتاع بقيه النيوكليوتايدز اللي هتطلع ايه الاب اللي هيطلع منه بقيه النيوكليوتايدز تقول لي انوزين نفسي طب يعني ايه انوزين نفسي هو انا قلت لو البيز اسمها ادينين النيوكليوتايد يبقى اسمها ايه لا صح معايا ما بقولش حاجه دي لو البيز اسمها ادينين النيوكليوتايد اسمها ايه ادينوزين ونوكسيس هي اي ام بي صح طب لو البيز اسمها جوانين جوانوزين ونوكسيس طب لو البيز اسمها هايبو زانسين دي بقى زياده عليه دي اللي بتتكون في الاول اسمها ايه بقى البيز اسمها ايه عشان هاخدها دلوقتي اسمها ايه هايبو زانسين لو البيز اسمها هايبو زانسين هي اللي بيجي منها الاثنين دول هايبو زانسين دي لو البيز اسمها هايبو زانسين النيوكليوتايد اسمها ايه اسمها كده اينوزين مونوفوسفين دي اول واحده بتتكون
يبقى لما اقول لك ايه الانوزيمروسيت ده دكتور دي النوكليوتايد اللي البيز بتاعتها زي ما هناخد اسمتها دلوقتي اسمها هايبوزانسين. طب جميل يبقى احنا كوننا انوزين مونوفوسفيت. بص يا سيدي ايه اللي هيحصل. يقول الانوزين مونوفوسفيت دي بعد اكتر من خطوه مش عايزين نفصلهم برضو تتحول لجي ام بي. خلاص كويس احنا وصلنا للجي ام بي الحمد لله. والانوزين مونوفوسفيت دي بعد اكتر من خطوه ممكن تتحول للاي ام بي. عشان كده بقول لك دي البيرنت دي الاساس دي اللي هيطلع منها الجوانين والادينين. يبقى تتحول لجوانوزين مونوفوسفيت وادينوزين مونوفوسفيت. بس الاكتر من خطوه دول فيهم حاجه مهمه قوي لازم تكتبها. ايه بقى؟ وانت بتحول دي للجوانوزين مونوفوسفيت لازم تستخدم اي تي بي ويطلع اي تي بي زائد الاورجانيك فوسفيت. عارف كانوا على ايه؟ اقول لك على ايه. وانت بتكون الجي لازم يبقى عندك الدي. خلاص كده هنفهم الكلام ده ليه لازم اركان شويه. طب بص لتحت دي انت بتكون الايه؟ لازم تستخدم الجي. يعني لازم هنا نكسر الجي تي بي لجي دي بي زائد الاورجانيك فوسفيت. مهمه جدا الحته دي. يبقى وانا بكون الجي لازم الاول اطمن ان عندي ايه؟ لازم الايه وهستخدمه. استخدم اي تي بي وتحول اي تي بي لاورجانيك فوسفيت. طب وانا بكون الايه اللي هو الادينين لازم هستخدم مين؟ ها؟ لازم هستخدم جي. لازم هستخدم جي. طيب يبقى انا كده كونت النوكليوتايد دي كونت النوكليوتايد دي. عاوز اسال سؤال. هو انا الجي ام بي ده ازاي احولها لجي دي بي او جي تي بي؟ هو انا ايه الفرق ما بين دي ودي؟ فوسفيت صح؟ اجيبه منين؟ هو انا جبت الفوسفيت اللي فات منين؟ جبت دي منين؟ من اي تي بي. اجيب دي منين؟ من اي تي بي. اي تي بي يتحول لاي تي بي زائد الاورجانيك فوسفيت. طب لو انا عاوز اضيف فوسفيت كمان عادي خالص اي تي بي يتحول لاي تي بي زائد الاورجانيك فوسفيت. دي مشكله؟ يبقى انا ما بضيف اي فوسفيت بضيفها منين؟ بضيفها من اي تي بي. طب هو الانزيم ازاي يبقى اسمها ايه؟ اي انزيم بيستخدم الاي تي بي ياخد منه فوسفيت اسمه كاينيز. ده انزيم زينا اسمها كاينيز. كاينيز ده كلام قديم مش مهم. طب انا عاوز اسال سؤال. هو انا الـ AMB دي تتحول لـ ADB ازاي؟ ATB ده معلومات عامة. تتحول لـ ADB ازاي؟ عن طريق ATB بق؟ لا عن طريق ATB. الـ GTB أول خطوة ده بس أنا بكون ده هنا. بعد كده أي فوسفيت هتتضاف في الجسم هاخدها منين؟ الأصل بتاعها مين؟ ATB. يتحول إيه؟ ADB زائد الأورجانيك فوسفيت. طيب امال الاي دي بي يتحول لاي دي بي ازاي؟ حط الاي دي بي صح؟ بس عشان شغلانه بقى يعني هي صحيحه. وانا لما احط الاي دي بي كده ان شاء الله هجيب الاي دي بي ده كله منين يعني؟ قصدي؟ امال دي ايه بقى؟ ده شابتر كامل حضرتك واحنا اخدناه صح كده؟ اسمه ايه؟ بايو انرجيتكس. كيف تحول الاي دي بي لاي دي بي؟ هي دي الحاجه الوحيده اللي مش ماشيه كده بقى. هي دي بقى اللي احنا عندنا ليها حاجه مهمه جدا اسمها اوكسيديتيف فوسفوريليشن. مصادر الاي تي بي في جسمنا ايه؟ مصادر الاي تي بي بقى اللي انا بستخدمها عشان اعمل كل ده لا دي حاجه لوحدها بقى اللي هي مين؟ اوكسيديتيف فوسفوريليشن. بس ولا في حاجه كمان؟ كويس جلايكوليسس وكريس سايكل. احنا قلنا الاثنين دول هم الاثنين اللي بشوف فيهم بعناية كده اي تي بي طالع قدامي بكتبه في اهو بقول حصلت ان اي تي بي طالع. هم ثلاث مصادر ما لهمش علاقه اوكسيديتيف وجلايكوليسس وكريس سايكل. صباح الخير. خلاص يا شباب يبقى انا بكون الجي ام بي وبكون الاي ام بي. خلاص اي بقى اعلى من كده اي فوسفيت اعلى من كده بجيبها بالاي تي بي. اي فوسفيت اعلى من كده ما عدا حاجه واحده بس ازاي بحول الاي دي بي
الاي تي بي لا دي حدوته ثانيه بقى، ده قصه ثانيه ربنا خلق لنا عشان يبقى دايما في مصدر متجدد لمين؟ ها الاي تي بي، انا اكل ويبقى في انرجي، والانرجي تطلع ايه؟ وتطلع اي تي بي. طيب يبقى ده اسمه دي نوفو، دي نوفو بصمير. دي نوفو بصمير. على فكره عاوز اقول لكم حاجه، انتوا دفعه، انتوا دفعه جينيوس جدا والله بجد، مش بهزر بتكلم جد. يعني في دفعات خلاص كنا بنديها، كان بيبقى قاعد زي الكرسي واقع عليه كده، حتى بيستقصى يضحك ماشي. بس هو خلاص يعني ده بقى هوبليس، بقى تضحك فيه تعيط فيه خلاص. فكل اللي انتوا بتضحكوا يعني واخد بالك ازاي وكده، بتجاوبوا حاجات من الايه؟ انا متاكد ان ما بتفتحش تاني يعني، هي من الذاكره، بس في حد ذاته ده انجاز كبير جدا. انا صح ميزه او مشكله، ما اعرفش هي ميزه ولا مشكله يعني، هي خطيره جدا ان الجينيوس اللي زيكم بكام بيت والله بيستكفي سؤال على الكتاب اللي الاي كيو بتاعهم لا خلاص كده، هم دول عيني بيقعدوا يذاكروا بقى ويحفظوا ويعملوا ده، هم دول اللي متعبين جدا. بس انتوا ما شاء الله عليكم يعني، انت اللي قدام بيحس كده اول مره كتاب بياخد الموضوع في ربع ساعه يقول لك يا عم بلاها مذاكر اول مره حلو يعني، ما هنكلمه ازاي؟ بس اللي عارف هو مش عارف يهم ده، هو عيني يقول لك مخطوط طول السنه. فعايش أبدأ طبعاً الكهات بصراحة. بصوا معي دي بقى بصوي تاني اسمه ايه؟ اسمه سالفج بصوي، اسمه سالفج بصوي، سالفج بصوي، سالفج ده يعني المنقذ خلاص كده؟ فده اسمه البصوي المنقذ. ده بقى بيجي في حاجات كتير جدا. أنا قلت سؤالين لغاية دلوقتي، السؤال الأولاني ايه؟ سورس. بقيت العك اللي انا قلته ده ما جاش، بس احتمال يجي، ما اقدرش اقول ما يجيش. بس سالفج بيجي، جالي انا في نفس انا في المحاضره الثانيه جالي السؤال قديم يعني، جالي سالفج ايه؟ جالي سالفج مش ايه بقى فكره سالفج بصوي ده؟ احنا خلاص كوننا شويه، لا لا ركز بقى معايا، كوننا شويه نيوكليوتايدز. يلا يا بصوي ده سؤال في الامتحان يجي يقول لك كده ديسكاس سالفج بصوي على بعض، فمهم احنا خلاص اوريدي عندنا شويه نيوكليوتايدز كونناها من الديون. ايه اللي بيحصل في النيوكليوتايدز دي بعد كده؟ يعني احنا كونناها واستخدمناها وبتاع، ايه يحصل فيها ايه؟ كاتابوليزم زي ما احنا القصه اللي جايه، هنكسر النيوكليوتايدز دي. فهتتكسر ليه في الاول؟ للنيوكليوزايدز. اول خطوه في مرحله التكسير دي هنكسرها النيوكليوزايد. هو ايه الفرق ما بين النيوكليوتايد والنيوكليوزايد؟ بقى هنا هتطلع سهم ايه؟ فوسفيت. يعني انا لو شلت من النيوكليوتايد فوسفيت هتبقى اسمها نيوكليوزايد. طب جميل. وبعد كده يبدا نكون نكسر النيوكليوزايد دي ايه بقى؟ ها؟ لبيزس. هو ايه الفرق بين النيوكليوزايد والبيز؟ الشوكر. يعني انا هطلع سهم من ايه؟ رايبوز. صح؟ اللي هو الشوكر. تاني احنا بنكسر ازاي؟ هنعرف الحصه اللي جايه كده. ما عندي نيوكليوتايد، لو شايل منها فوسفيت هتبقى نيوكليوزايد. اشيل منها السكر يبقى ايه؟ البيز. وبعدين نبدا نكسر البيز دي اللي هي ادينين او جوانين او حتى الهايبو ايه؟ الهايبوزانسين. المهم البيز يعني هتتكسر. في الاخر ايه محصله تكسير الناس دول كلهم؟ حاجه مهمه جدا اسمها ايه؟ يوريك اسيد. يعني في الاخر لما البيزز دي بقى هي نفسها تتكسر يطلع منها الايه؟ عشان كده لما بتكسر كتير بيطلع يوريك اسيد كتير. طيب ربنا خلق لنا بصوي مهم جدا في الجسم، خدوا بالكم البصوي اللي فات سهل كده وايزي وحاجه لايت ولا حاجه معقده وفيها خطوات كتير وكلام ده كله صح؟ فمش معقوله كل ما عوزني نيوكليوتايد امشي البصيره الرخم اللي انا كنت بتكلم عليها واديهم واقعد اديه السيرين والجلايسين تصل. قال لك ايه؟ طب ما احنا ممكن اما النيوكليوتايد تيجي تتكسر هتتكسر لمين اولا؟ نلحقها ننقذها سالفج ننقذها ونرجعها للنيوكليوتايد تاني بدل ما نستنى لغايه ما تتكسر للاخر ونجيب نقعد نجيب من جديد. طب وليه؟ طب ما انا خلاص هي اتكسرت ماشي، طب ما الحق النيوكليوزايد دي واقوم ارجعها نيوكليوزايد تاني بقى عملت سالفج، يبقى انا لحقتها انقذتها. هو انا عشان احول النيوكليوزايد لنيوكليوتايد اعمل ايه يعني؟ يعني هقول ان هيحصل ايه؟ فوس فوريوليشن. بس هيحصل ايه؟ فوس فوريوليشن اوف مين؟ فوسفوريليشن اوف مين؟ ها؟ اوف مين؟ اوف النيوكليوزايد. فوس فوريوليشن اوف النيوكليوزايد.
طيب شويه من الجلوزايدز هربوا من السالفج واتكسروا بقوا بيزس فات فلتوا مني ما عرفتش ارجعهم. طب واحنا مش ممكن نلحق البيز؟ ما هي البيز دي خطوات كتير جدا هي المصيبه اصلا صح كده؟ ممكن نلحق البيز ولا لا؟ هي البيز عشان تبقى نيوكليوتايد عاوزه ايه؟ ها؟ عاوزه الفوسفيت وعاوزه مين؟ الرايبوز صح كده؟ يعني انا ممكن اعمل حاجه اسمها ايه؟ فوسفو رايبوزايليشن اضيف الفوسفيت والرايبوز صح كده؟ اعمل ايه؟ ها؟ فوسفو اعمل فوسفو رايبو زايليشن اوف مين بقى هنا؟ اوف مين؟ اوف البيز. هما دول السالفج الوسويك. يبقى السالفج الوسويك كام نوع؟ كام طريقه؟ كام حاجه؟ اقول لكم حاجه حاجتين. الحاجه الاولانيه لو انا هلحق النيوكليوزايد اعمل لها فوسفوليشن. لو انا هلحق البيز اعمل لها ايه؟ ها؟ اعمل لها فوسفو رايبو زايليشن. ده السؤال في الامتحان هكتب ايه؟ هكتب اول حاجه ديفينيشن. بيعمل ايه السالفج الوسويه ده؟ ايه وظيفه السالفج الوسويه ده؟ اقول له بيعمل ايه؟ ها؟ بيعمل ايه بقى؟ بيلحق مين؟ ويحولهم لايه؟ بس كونفرجن اوف النيوكليوزايدز او مين؟ او البيزس انتو نيوكليوزايدز. يبقى السالفج الوسويه ده يحول النيوكليوزايد او البيز يرجعها تاني ايه زي ما كانت كده؟ يرجعها تاني لنيوكليوتايد. جميل. تاني عنوان هكتبه. ايه الامبورتنس بتاعه؟ ليه ربنا خلق لنا السالفج الوسويه؟ هسأل وانت تجاوب. اول فائده ليه؟ ايه رايك؟ الراجل ده ايه اخبار الانرجي؟ استبدال الطاقه عاليه ولا قليله؟ بمقارنه باللي فات قليله جدا. طب ايه اخبار الانترميديتس اللي انا استبدلتها؟ صح كده؟ يبقى اول فائده ليه ان هو لسه energy وليس intermediate. وانا قارنته باللي فات طاقه قليله جدا ومكون من الفاز الاخر انت مش عارف اجيب السيرين والجرايسين و و لا خلاص. طب الفايده الثانيه لو انا استخدمت الباسواي ده استخدامي للدينوفو اللي فات يزيد ولا يقل؟ صح كده؟ ليه؟ لان مش هقعد كل شويه بقى محتاج اجيب من الاول لان انا اصلا اللي بيتكسر ده الحق مظبوط. يبقى اول حاجه وفر عليا مين؟ الدينوف. طب الحاجه الثانيه لو استخدمت التصوير ده اليوريك اسيد اكسكريشن يزيد ولا يقل؟ ليه بقى؟ لان انا مش هوصل لمرحله مين؟ اليوريك اسيد. يبقى ده بيحميني من الجو. تخيل بقى ان انا كل حاجه بستخدمها بكونها بكسرها وطلع يوريك اسيد. طب هيطلع كتير جدا بس انا بلحق قبل ما اوصل لمرحله الايه؟ اليوريك اسيد. يبقى رقم اثنين اللي هو هيقلل حاجتين كمان. هيقلل ايه؟ هيقلل اليوتيلايزيشن اوف الدينوف. مش هيخليني استخدم دينوف. هيريحني من الهيصه اللي فاتت. والحاجه الثانيه هيقلل اليوريك اسيد اكسكريشن. هيخلي اليوريك اسيد قليل مش هيطلع. طيب تعالى على الفائده الثالثه. لما نعرف ان في تيشوز اساسا ما بتقدرش تعمل دينوف يعني ما عندهاش الباسوي اللي فات الانزيمز مش موجوده زي مين التيشوز ديت؟ اقول ده حاجات مهمه جدا البرين والار بي سيز والوايت بلاد سيلز. يعني ده دول لو حبوا يعملوا نيوكليوتايد ما عندهمش دينوف باسوي. طب ايه الحل؟ يقول لك مفيش حل من الليفر يبعت لهم بيز ونيوكليوزايدز. الليفر ده استاذ بقى عنده كل حاجه فيبعت لهم البيز والنيوكليوزايد هو اتفضلوا. هم عندهم مين بقى يقدروا يعملوا ايه؟ ها؟ سالفج. هم يقدروا يعملوا سالفج. فلو انا وفرت لهم بيز او وفرت لهم نيوكليوزايد يقدروا يستخدموهم ويعملوا ايه؟ نيوكليوتايد. تخيل لو ما كانش عندهم السالفج او صار جاي مش موجود في جسمنا كان البهوات دول ما كانوش موجودين كان اي حاجه هم محتاجينها ما كانوش موجودين. يبقى انا دلوقتي دين ايه فوائد الصلبج؟ سهلين جدا. اول حاجه ليس انرجي ليس انترميديتس. الحاجه الثانيه لو استخدمته مش هستخدم الدينوفو وفي نفس الوقت مش هيطلع يوريك اسيد كتير. الحاجه الثالثه ان ده بقى هو الباسوي الاساسي في التيشوز اللي ما فيهاش دينوفو. بعيد اوفر لها بيز اوفر لها النيوكليوزايد يطلع منهم على طول ايه؟ النيوكليوزايد. العنوان الاخير بعد الامبورتس كل تايمز ايه انواع السالفج الوسويه؟
يلا ايه انواع السلفج؟ انواع السلفج ايه بقى؟ واحد فوسفوريليشن، اثنين فوسفوريليشن، ونشرحهم بقى. تعال بقى نشرح النوعين دول يا دكتور. الشعبش هو بوزيشن؟ اه طيب اشرحهم كده. بصي هو لو هياخدنا غياب احنا نمشي، انا تبني لو هياخدنا غياب احنا مش هقدر الشكل. ماشي يا سنه. اسمه فوسفو رايبو زايليشن اوف البيزس. فوسفو رايبو زايليشن اوف البيز. انا لو عندي بيز وبعد كده هضيف عليها الفوسفو رايبو، سهله جدا. ايه البيز؟ ادي الرسومات، والرسومات دي حاجات مهمه جدا. خلاص اهي لسه رسمينها حالا. ادي البيز المحروسه اللي اسمها بيوري اهي، وهنا في اتش. هقسم البيز دي ثلاث مرات، هسيبها هي نفسها تاني من غير ما تقفص عشان كده كده هنرسمها. وادي اهو ثلاث مرات كده هقسم البيز، وادي الدبل هومز تاني. انا عندي البيزز هتحفظهم زي ما هقولهم دلوقتي كده. اول بيز هضيف عليها من فوق دبل بوند او. لما اضيف انا دبل بوند او كده ينفع نمشي المنظر ده كده؟ بص على السبوره، يعني ينفع الكربونه دي يبقى 1 2 3 4 5؟ ما ينفعش الكربونه دي كده ماشيه 5 بوند. فايه الحل بسرعه؟ أشيل البوند دي واحط هنا اتش. يبقى ده اول واحد. الثانيه تبني عليها، يعني ايه تبني عليها؟ نعمل العمل في الاول، ادي دبل بوند اوفر. وتعمل نفس القصه، ماشي؟ وبعدها تيجي في الجنب هنا، في الجنب وتضيف ان اتش دي. يبقى انا كل اللي بضيفه على رسمه ان اتش دي. الحته دي زي دي. الثالثه فوق فوق ان اتش دي خلاص. دول تلاتة مهمين جدا. مين هما؟ أول واحدة دي اللي بنبدأ بيها هايبو زانسي. الثانية دي اسمها إيه؟ جوانوزين اللي هي جي. الثالثة دي اسمها إيه؟ أدينين اللي هي إيه؟ دول تاني. يبقى دي فيها دبل بوند خلاص، دي هايبو زانسي. ودي لما تبقى دبل بوند زودت معاها إن اتش 2 دي جوانين، لما تبقى أدينين أماينو بس يبقى هي دي أدينين. انا عاوز ايه من الداتا دول؟ عاوز اعمل كلمه اسمها ايه؟ فوسفو رايبوزيليشن، صح كده؟ طيب شيل الاسام عشان هي الثلاثه نفس المعادله. حد يقول لي مؤكد؟ احنا خدناه النهارده الحمد لله في فوسفين هورمونز. انا خدنا كتير يعني. طيب تعرفوا المؤكد ده؟ بص معايا. فوسفو ريبوزايل بايو فوسفيت، صوتك عليه مهم جدا، فاكرينه؟ اسمه ايه؟ ها؟ فوسفو ريبوزايل بايو فوسفيت. المركب ده كان عباره عن ايه؟ اهو احنا عايزين رسمته، مهم جدا. كان عايزين ريبوز كده، وادي الكربونه رقم خمسه فيها فوسفيت، وهنا عادي وهنا عادي اتش واتش، والكربونه رقم واحد هنا كان فيها اتش وكان فيها البايو فوسفيت، محدش ينسى حاجه، كان فيها بايو فوسفيت. اسمه كده فوسفو ريبوزايل بايو فوسفيت. طب بص طلع البايو هناك الشيء اهي، طلع يعني دي بقت فاضيه صح؟ دي بقت فاضيه، الزق كده بس قوي كده. يبقى انت هترسم كده، هتقول اهو ادي الرسمه اللي انا لسه راسمها. خلاص كده؟ ادي نيتروجينا، ادي نيتروجينا، ادي نيتروجينا، ادي نيتروجينا، ادي البوتس، هنا دبل بوند او، وهنا ان اتش 2، وبعد كده هنا او، هنا كان في اتش اهي. والاتش دي فيهم كلهم، هنا اتش وهنا اتش. هقدر اعمل ايه؟ هقوم شايل الاتش دي مع البايو فوسفيت اللي كان موجود وهقوم موصل هنا كده. خلاص؟ يبقى انا كل اللي عملته ان انا ضفت فوسفو رايبوزايل، اي كلمه اللي جواها فوسفو رايبوزايل ضفتها. طب البايو فوسفيت راح فين؟ طلع في الشارع. مين شاطر يقول لي المركب ده اسمه ايه؟ كله عاوز هو النوكليوتايد؟ اه النوكليوتايد. ليه؟ لانه في بيز وشغلها بالفوسفين. البيز اسمها ايه؟ وانا بادئ اسمها ايه؟ هايبوزانسين. مين النوكليوتايد بتاع هايبوزانسين؟ اينوزين مونوفوسفيت اللي انا لسه قايلها شويه.
عشان قلت لك البيز بتاعتنا اسمها هايبوزالسين. طيب اي نوزين مورفوس فيه. يبقى انا لو رسمت نفس الرسمه تاني بس لما ضفت هنا كنت ضايف الجوانين اللي هي ده هيك اللي هي هتنقلها يعني مش هتعمل حاجه. يبقى المركب اسمه ايه؟ جي ام بي جواها نوزين مورفوس فيه. طب يعني لو رسمنا رسمه تاني هي هي بس لما ضفت هنا ضفت الادينين اهي الادينين بقى دي هتنقلها يبقى اسمها ايه؟ AMB. يبقى انا قدرت اعمل ايه بقى؟ قدرت اعمل فوسفو رايبوزيت ولا اي حاجه. اهم حاجه القصه كلها ان انا استخدمت مين عشان اجيب فوسفو رايبوز. الانزيم هنا اسمه ايه بقى؟ اسمه مهم جدا اسمه ايه؟ بص هايبو زانسين جوانين فوسفو ريبوزايل ترانسفيريز. بيجي في الامتحان كده بص بيجي في الامتحان كده هايبوزانسين جوانين فوسفو ريبوزايل ترانسفيريز. ده مشهور جدا بالزايل ده. اول حاجه اسمه كده يدل على شيء يدل على شيء. ايه الشيء؟ ان هو بيعمل المعادله الاولانيه والمعادله الثانيه. فعلا؟ اه ليه؟ هايبوزانسين يعني هو مش هايبوزانسين فوسفو هايبوزايل فوسفو هايبوزايل ترانسفيريز. يبقى قفل الفوسفو هايبوز حطه على هايبوزين على هايبوزانسين خلاص. بس ده في حته كمان زياده ده مش هايبوزانسين بس والجوانين كمان يعني هو اشتغل على الجوانين ويعمل برضه فوسفو هايبوزايل ترانسفيريز. يبقى في الاخر اسمه كده هايبوزانسين جوانين. يبقى بيعمل كام معادله؟ بيعمل معادلتين الاولانيين. طب ما كان بقى اللي تحت ده ليه انزيم واحد اسمه ايه؟ حد يقول بقى بدل الكلمتين دول اسمه ايه؟ ادينين فوسفو هايبوزايل ترانسفيريز اسمه كده ادينين فوسفو هايبوزايل ترانسفيريز. فريز. يلا عشان تبدو مجتهدين قوي عظيم زي دي.